ايش المطار نسافر هل يقصر او نعم يقصر اي مطار؟ لا مو اي مطار، لكن مطار القصيم الان منفصل عن قرير وعن نيز. المطار يكون داخل، لكن مثلا المطار يصير داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في رمضان. مطار الرياض القديم كان الان في وسط البلد، واظن مطار الظهران وسط البلد. مثلا يعني في بعض المطارات من داخل البلد، هذا لا اي داخل البلد. نعم نعم، لكن نقص وقت الصلاتين كيف تقول؟ الانسان يريد الانسان مثلا من تبوك الى ابد ترى، نعم، فاذا الصلاه تكون المغرب مثلا، اي نعم صلاة المغرب ما يصل هناك الساعة العاشرة. زين الساعة العاشرة الساعة 12. المهم إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصلي العشاء جمع ولو كان في البلد قبل المغرب، يطلع قبل صلاة المغرب وتقف الطائرة، يعني تقلع قبل المغرب وتقف بجدة ويلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة، فما يصل هناك إلا قبل الساعة 12. هذا يصلون في مطار جدة، ما يمكن يصلون، يعني مثلا هل يصلون نفس الطائرة؟ يصلون نفس الطائرة إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى 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 إلى, إلى أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال. والظاهر أنه يصل إذا كان يمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟ ساعة. ساعة، وهو مشى قبل المغرب كم؟ قرب ربع ساعة. المغرب هو بالطائرة. إيه، لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب، إذا كان ساعة معناه يصل إلى 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 جدة قبل أن يطلع وقت العشاء. يبقى في جدة في الغالب ساعة إلا ربع. كذا هذه ساعتين الا ربع من جدة الى ابها. ساعة هل ساعة؟ ثلاث ساعات الا ربع يمديه يصل ابها قبل المنتصف الليل. الله يفرق حديثنا مع انس كان يسافر يقرر له السمرة وكذا. اي هو ما زال داخل هذا رايه، قال عن ذاك الخلاف الصحيح انه ما يجوز.